بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. إن شاء الله النهاردة في هذا الفيديو هنقول لكم كيف أعرف الذكر من الأنثى في الدجاج. طبعا هنحكي لكم بكل التفاصيل، بس قبل بداية هذا الفيديو ما تنساش أن تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن تشترك في هذه القناة وتضغط زر اللايك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وغريب في هذه القناة، ولا تنسى أن تكتب لنا تعليقات جميلة وتشجعنا في هذه القناة، وبرضه اكتب لي في التعليقات عايزين ايه فيديوهات عن الدجاج. طبعا هنقول لكم طبعا ازاي تعرفها بالتفاصيل. طبعا اول حاجة الصوص، اللي هو ايه؟ هو الصوص اللي هو البتاع الاحمر اللي شايفينه حضراتكم، زي ما شايفين اي دجاج فيه بتاع احمر، تمام. لكن الديك يختلف بشكل كبير جدا، بيكون البتاع الحمرة الصغيرة دي طبعا اللي عند الدجاج بتكون صغيرة، بتكون عند يعني بتكون عند مثلا الديك بتكون كبيرة بشكل كبير جدا، يعني قد دي مرتين، تمام. دي عشان كده بنعرفها على طول. برضو في الحجم، الحجم بالعرف يعني الديك بيكون اكبر بشكل كبير جدا، يعني بيكون اضخم من كده. وحبيت اقول لكم هذه المعلومة البسيطة وعلى السريع، وهنا تكون نهاية هذا الفيديو، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.